بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونواصل في دروس رازور بيج، الدرس 21. سنتكلم في هذا الدرس كيفية إضافة قاعدة البيانات عن طريق Entity Framework، وأيضا البرمجة تكون أوتوماتيكيا، يعني سننشئ عن طريق الكرود، هي الأبديت، الديليت، نيو وكرييت، كلها اوتوماتيكيا ولا نعمل كود. يعني كيف نعمل ذلك؟ فقط بواسطة فيزيال ستوديو الذي ينشئ لي كل الكود بدل مني. سننشئ اذا مشروع جديد من نوع تطبيق ويب، سنسميه كريد رازور بيج. حضرت الكونكشن سينك، اوكي. اذا رازور نيو، وتحصلت على مشروع بسيط، مشروع هذا الويب عن طريق رازور بيج. به الأمور الافتراضية، نجرب التنفيذ. كل هذه أمور افتراضية و ويلكم من المفروض. جيد، أوكي. أول شيء، بما أننا نريد استعمال قاعدة البيانات، لابد من تحضير قاعدة البيانات. لنفرض أننا قمنا بعملية التحليل والتصميم وإنشاء الـ MCD ثم الـ MPD ثم وضعنا قاعدة البيانات. سأختار هذه القاعدة، فيها جدولين، جدول كليونت ودوكيمنت. سأقوم هذا نفس المشروع الذي عملناه في الأنجلار. أوكي، عندي بعض الداتا هنا. أول شيء نضيف Entity Framework عن طريق New Get Package. نذهب إلى هنا ونختار Entity Framework SQL Server. إذن Entity Framework SQL Server، بالمناسبة عندي درس يعني بالتفاصيل تجدونه في القناة، سأريكم الرابط. إذن في دورة قناة، دورة .NET Core في القناة، تجدون أننا تحدثنا على كثير من الأمور التي ستفيدنا في حياتنا العملية مع دوت نت، يعني دوت نت كور أو دوت نت 5. إذا هذه Entity Framework، هناك كثير من الدروس حول هذا الموضوع. أوكي، مواصل. نضيف Entity Framework SQL Server، ثم نضيف Tool. نختار Tool ونعمل انستال. تأكد اذا قام بالاثنين، تثبيت الاثنين. شيء مهم جدا ايضا هو جينيريت، لابد من اضافة مايكروسوفت فيزيال ستوديو ويب كود جينيريشن ديزاين. اوكي، نعمل انستال. تأكد ان الاصدارات كلها يعني تكون متقاربة. هنا 1 2 1 2 5 0 2 5 0 1 هنا. اوكي، كل شيء تمام. نعمل بيلد، نتأكد ان الليبراري جيد، ما توجد مشاكل في الكومبيليشن. جيد، الآن بعدما أضفنا المكتبات اللازمة، سنقوم ب جينيريت للموديل، يعني مجلد الموديل. يعني في الدور السابقة كنا نضيف مجلد يدويا هكذا عن طريق الآن كيف نعمل ذلك؟ أي تحويل قاعدة البيانات، تحويل الجداول الموجودة في قاعدة البيانات إلى كلاسات سي شارب.
إذا نذهب إلى شال أو نيو جات هنا كونسول، أحتاج إلى كونسول فقط. ثم عندي تعليمة Entity Framework Scaffold DB Context، ثم لا Connection String الخاصة بنا. إذن أنا ذهبت إلى قاعدة البيانات، ذهبت إلى Property واسترجعت اسم السيرفر وكل البيانات. إذن الكونكشن سترينج الخاصة بي، ثم أقول له البروفايدر هو SQL سيرفر، هذه قاعدة البيانات عبارة عن SQL سيرفر، وأريد أن تضع المجلدات أو الملفات في مجلد اسمه models. أوكي، إذن output directory models. نعيد. إذن هذه التعليمة ستقوم بجلب كل الجداول الموجودة في قاعدة البيانات عن طريق connection string التي هي من نوع SQL server، ويضع كل هذه الكلاسات في مجلد اسمه models. أوكي، نضغط Enter ونراقب هل أضاف models. كما تلاحظون أنشأ class model اسمها Clio بنفس الاسم قاعدة البيانات، وclass document، وايضا دي بي كونتكست، ودي بي كونتكست ضاف له الاثنين يعني. جيد، لان هنا يطلب مني فقط تصحيح هذا لوضعه في الكونفيجريشن، يعني مثل ما تعلمنا في دروس دوت نت كور، يعني لابد ان نضعه في ملف الجيزون عفوا في ابلكيشن سيتنجز. اوكي، المهم ساتركه هكذا. بعدما قمنا بإنشاء المودلز، كلاسات المودلز، الآن سننشئ البيج، يعني كل الصفحات الكريد، يعني تمام، صفحة للإيديت، صفحة للعرض، صفحة لعرض الليست، صفحة لعرض الديتاي، والديليت والأبديت. أوكي، قبل ذلك لابد أن نقول أن الدي بي كونتكست اسمه روكو كاش، هذا دي بي كونتكست. سأذهب إلى سيرفيس، سأعرف السيرفيس وأقول له سأستعمل add db context اسمه بهذا الاسم، وهكذا الانجكسون ديبندونس ل db context سيرفيس، يعني لأنه هو الذي يتحكم في قاعدة البيانات لعملية يعني كل الفيلد find all delete insert الى اخره. اوكي، وشرحنا الدي بي كونتكست في دروس الانتيتي فريم ورك التي اريتكم اياها في البدايه في الفيديو على دوره الدوت نت كور. بعدما اضفنا السيرفيس الان سننشئ الصفحات. اذا نبدا بصفحه او مجلد كنا نسميه موديلات او موديل او كومبوننت، نسميه كليون أو كليونت. أوكي، إذا عندي الموديل اسمه كليونت، وعندي قاعدة الجدول أو قاعدة بيانات اسمها كليونت، وأيضا الصفحات أريدها صفحة الإيديت والليست وكلها تكون في الموديل اسمه كليونت، كل ما يخص كليونت موجود في مجلد كليونت. ثم أضغط بالزر الأيمن ثم Add Razor Page. هكذا سأحصل على واجهة تطلب مني هل هي صفحة فقط Empty أم تأتي من الكريد، يعني أحتاج كل شيء الديليت والانسيرت والابديت الى اخره. اوكي، هنا يقول لي اين هو الموديل الخاص بك، ساقول له كليونت، ثم يقول لي ما هو الدي بي كونتكست الخاص بك، احدده، بعد ذلك اضغط على اد، ومباشره هنا كما تلاحظون سيقوم بجنريت اوتوماتيكيا لكل الصفحات ولا نحتاج الى البرمجه. اذا عندما يكون عندي مشروع ادمن، مشروع لا أحتاج فيه انترفاس، لا أحتاج فيه يعني أشياء دوباز يعني، والسرعة في البرمجة، فقط السرعة في البرمجة، أريد فقط عملية الحيازة، يعني التحيين، التعديل، الحذف إلى آخره لجداول معينة، جداول دي ريفرنس مثلا كونتري كليونت. أوكي، لماذا اللون الأحمر؟ نعمل ريبيلد.
نعم، لم يقبل أن يكون المجلد لأنه يضعه في النيم سبيس. أوكي، سأغير، سأضيف الأس. لأن المجلد اسمه كليون وهناك كلاس اسمها كليون، لذلك سيحدث خطأ. لابد أن المجلد يختلف نوعا ما عن الكلاس، عن نيم سبيس يعني. لأن كما تعلمون أن المجلد يعتبر يدخل في التسمية للنيم سبيس. أوكي، سأضيف سلاش كليونت اس، سينفذ اوتوماتيكيا اندكس، وكما تلاحظون حصلنا على جريد يعرض كل الجدول كليونت الموجود في قاعده البيانات مع ازرار كما تلاحظون edit detail delete وcreate new. لو ضغطت على detail حصل على المجموعه المعلومات الموجوده هنا مع زر الرجوع وزر الايديت. مثال ثاني، زر الرجوع، نعمل مثلا edit، نصحح رأوف، سيف، وكما تلاحظون ديتاي ثم التصحيح، إيديت، رأوف، وكما تلاحظون تم التصحيح. إذن سأحذف الأخير يعطيني ديتاي ثم أضغط على ديليت، وكما تلاحظون حذفه من قاعدة البيانات. نستطيع إضافة جديد، تست، وكما تلاحظون كل الكريد يعني الإضافة والتعديل والديتاي والنيو كلها ديليت كلها أوتوماتيكيا بدون كود. نرجع إلى صفحات المنشأة. إذن كما تلاحظون أنشأ لي كرييت HTML CHTML، أنشأ لي ديليت CS HTML، ديتاي CS HTML، وعبارة عن ريديركت ريديركت ريديركت. إذن هنا لم يستعمل أجاكس، إذن اوتوماتيكيا لو ذهبنا الى اندكس سنجد انه هناك ليست للكليونت. اوكي، اي ليست للكليونت، ويرجع يذهب الى الكليونت يقول له اعطيني كل الداتا الموجوده في الكليونت ويعرضها في هذا المفروض كليونتس بالاس. وهنا حلقة for each، ما دام هناك item في هذا الكليون سأعرض الديتاي. إذن first name والlast name ثم الأزرار كما تلاحظون. لماذا display for؟ إذا هذه الطريقة القديمة، المفروض أن هناك الآن أسبي عملية بايندينج يعني مباشرة هكذا نعمل بايندينج. هذا الإيديت لا نحتاج في الدي بي جريد، لا نحتاج. أوكي، في الداتا في الطابل لا نحتاج إلى بايندينج. أوكي جيد، إذا إيديت إذا هنا نعم هناك الانبوت تيب تكست فيرست نيم اس بي 4، وكما تلاحظون هكذا عملية البايندينج مع الفاليديشن يعني. نذهب إلى السورس، وكما تلاحظون يعمل redirect عند الضغط على الأزرار، save، post،
اوكي، اذا كان غير بليد يعمل ريتيرن للباج ثم سيف شانج، اوكي، ثم يعمل ريديركت للاندكس بعد السيف. اوكي، هذا كل شيء في درس اليوم. اذا الديتاي والديليت كلها يعني امور، فقط الانتيتي فريم ورك هنا يعمل انتيتي فريم ورك ريديركت، انتيتي فريم ورك يعني تنفيذ تعليمات الانتيتي فريم ورك ريديركت. اوكي، كلها حتى كرييت الاخيره، لان هنا كرييت نفس المثال، عندي بايندينج مع الفورمولار، ثم هنا يحتاج البارسيال، ثم الاد، ثم سيف شينج وريديركت. اذا تعليمات فقط دي بي كونتكست ثم ريديركت. هذه يعني ابسط طريقه لانشاء يعني الاضافه عمليه الحذف الى اخر الكريد بما يسمى الكريد. اتمنى ان يكون الدرس موفق. الى درس قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.